أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير أكد تطلع مصر إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع الجانب المجاري في كافة المجالات ومنها مجالي الصناعة والنقل. جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية والتجارة المجرية بيتر سياترو، حيث تباحث الجانبان حول معدلات توريد صفقة عربات السكك الحديدية الجديدة. كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مصر حريصة على قيام الجانب المجاري بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في عدد من المجالات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، وذلك بالشراكة مع الشركات المجرية. ومن جانبه أكد وزير الخارجية والتجارة المجرية أكد اهتمام الشركات المجرية بالتعاون مع مصر في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وغيرها من المجالات.